طب هل الميزه دي يا فندم او الشيء المميز ده مختلف عن طبيعه اي حيوان اخر؟ وفي كمان لو هتكلم مع حضرتك عن بحث نشر في مجله نيتشر قال انه في صناديق صوت او حجره للحنجره عند الحيتان، هل الكلام ده صحيح وايه حكايه هذه الحجره او هذا الصندوق؟ هو في الحقيقه من قديم الازل في الابحاث من زمان بتشتغل على طبيعه هذا الصوت ومصدره، فكان في اول ابحاث اتعملت على ما يسمى بالحيتان المسننه او ذات الاسنان، مجموعه من الحيتان اسمها الاسنان المسننه او ذات الاسنان، وعرفوا بالضبط الطريقه اللي بيصدر بها الصوت، وهي من طريقه مرور الهواء على الانف في حجره معينه. التشريح يعني اناتوم كده معين صعب. بعد كده البحث اللي هو نشر اول امبارح ده اللي هو كان 21/2/2024، ده احدث بحث، ده عمل على ثلاث انواع من انواع الحيتان الغير مسننه اللي هي عديمه الاسنان اللي بيقولوا عليها مجموعه البالين ويل، اللي هي اسنان عديمه حيتان عديمه الاسنان بيكون فيها ما يعرف بالمصفاه في الفك العلوي للاسماك القرش زي القرش اللي معروض حاليا على الشاشه مع حضرتك. ودي بتعتمد على الفلتر او الفلترنج بتاع المياه عشان ياخد الغذاء والاسماك الصغيره منها. وعمل العالم ده او مجموعه العلماء دي عملوا اناتومي او تشريح كامل للحجره اللي حضرتك بتقولي عليها دي، وهي حجره شبيهه بالليرينكس او الحنجره بتاعه الانسان، عملها ثلاث انواع من الحيتان وعرفوا الاناتومي بالتفصيل، وهي عباره عن حجره زي الحنجره بتاعه الانسان وفيها تراكيب من المصل من العضلات او من الدهون تجذب الى حد كبير الاحبال الصوتيه، وبمرور الهواء عليها بفلو معين او بسرعه معينه بتصدر هذه الاصوات. وده كان حاجه حديثه ان هو اكتشف في الثلاث انواع دول الاناتومي بالتفصيل بتاع هذه الحجره ما يسمى بالحجره الصوتيه. بالاضافه لانهم عملوا مرروا كميه هواء، لان التجارب دي كانت على حناجر او على كائنات ميته، فمرروا فلو من الهواء شديد جدا على هذه الحجر الصوتيه وقدروا يعرفوا التردد بتاع الاصوات اللي طالعه، بحيث نقدر نستخدمها بعد كده في حمايه الحيتان من الاصطدام بالمراكب او بتاعه. هو ده اللي اتكلم عليه العالم اللي هو كان في بعض القنوات وقال هنعمل ايه باستخدام هذه المعلومات يعني.